مساء الخير واهلا بحضراتكم على شاشة الفضائية المصرية من مصر وام الدنيا على الهواء مباشرة ومباشر من مصر. خلوني ارحب بضيوف الكرام اللي مشرفينا النهارده ومنوريني، انا سعيد بوجودهم معايا. منورني يا سيد الكسندر جورج، وهو يوناني قبرصي مارس الثلاثة عشان بس ابقى واضح، وهو رئيس مجلس اداره جمعيه خريجي المدارس المعمديه واليونانيه في مصر، وطبعا هي اقدم مدارس في العالم. مستر الكسندر منورنا. ربنا يخليك يا استاذ شريف. عايز اقول لكم مصري مصري يعني. ومشرفنا في الاستوديو ايضا وانا سعيد بوجوده معايا استاذ الدكتور جورج طبار، عميد كليه الفنون التطبيقيه الاسبق. يعني شوفوا لما اقول لكم جورج طبار عميد كليه الفنون التطبيقيه الاسبق، وعضو طبعا وهو من الجاليه الالمانيه اللي منورانا هنا في مصر. وعايز اقول لكم ان هو ابن مؤسس علم الطباعه في مصر. شوفوا الجمال. نورنا دكتور جورج، ازي حضرتك؟ سعيد، ده حاجه تشرفنا. كله تمام؟ برضه مصري مصري. انا عايز قبل ما نبدا نخش ونتكلم على امور كثيره وحياتكم في مصر ورايكم قبل كده في موضوع اسبوع الجذور واستمراره، وازاي اننا يعني نستغل الحضارات ونستغل التشابه التاريخي ما بين مصر وبعض دول البحر المتوسط في اننا نخلق شيء جميل او حياه جميله. خلينا نبدا كده وناخد مستر الكسندر، رايك ايه في منتدى شباب العالم اللي كان موجود لسه ما بقالوش يعني على ختامه ساعه لسه؟ دايق. اولا انا بشكر حضرتك على استضافه النهارده مستر شريف واسره البرنامج بالكامل، ومساء الخير لمصر. الله اجمل الكلام. طبعا احنا عاوزين نرجع بموضوع المنتدى شويه ورا. طبعا الفكره دي كانت فكره يعني انا بعتبرها بمثابه اعجاز من رئيس دوله بيفكر في بلده، بيحب بلده، بيتمنى الكثير لبلده. الموضوع ده احنا اشتغلنا عليه اكتر من سنتين، وكانت بدايته الملتقى اللي هو حصل، ملتقى احياء الجذور اللي تم في منطقه راس التين في شهر ابريل. وكان ليا الشرف ان انا اكون حاضره في حضور رؤساء الثلاث دول، مصر واليونان وقبرص. احنا في هذا المؤتمر حسينا بحاجه من فخامه الرئيس السيد عبد الفتاح السيسي، واحنا قاعدين كلنا داخل المؤتمر في راس التين، قال جمله خلت الناس اللي كانت موجوده كلها يعني بصراحه حست إن هذا الرجل بيحب كل من هو على مصر وليست بس المصريين. قال انا ما احبش ان انا اقول جاليات، انا احب ان انا اقول اخوات، انتوا ابناء مصر، انتوا عايشين على ارض مصر، انتوا ناس مننا. فطبعا الموضوع ده كان له يعني ساب اثر جامد جدا لكل المتواجدين في المؤتمر وعلى راسهم رؤساء الدول يعني. اللي انا عاوز اقوله النهارده بما يخص المؤتمرات اللي هي دي، تاني مؤتمر يتم النهارده وينتهي فعالياته من ما فيش نص ساعه تقريبا، وحضرتك كنت صاحب اول حدث تقريبا. انا نفسي ان النهارده نطلع من المؤتمرات دي بحاجه فعاليه على ارض الواقع. بمعنى احنا النهارده كجاليات اجنبيه، اذا كانت ارمليه او يونانيه او قبرصيه، احنا من ساعه انشاء هذه الجاليات واحنا بنتبع وزاره الشؤون الاجتماعيه. احنا النهارده من ساعه توليد السيد رئيس الرئاسه كان في تطورات كتيره جدا تمت، من ضمنهم عمل وزاره جديده اسمها وزاره الهجره. وزيرة ربنا يديها الصحة شغالة، السفيرة نبيلة مكرم. فعلا هي حابة اللي هي بتعمله، وهي لها تالنت معين في شغلها، وبصراحة هي كان لها سبب أو عامل أساسي في موضوع إحياء الجذور وتجهيز المؤتمر وكل الحاجات دي، طبعا مع مشاركة مع التيم ورك بتاعها. انا كان ليا وجهه نظر معينه، وده انا يعني بتمنى ان ده يبقى نداء، والنداء ده زي ما عودنا الرئيس ان احنا هنقوله يبقى للرئاسه. احنا بنتمنى او انا بتمنى شخصيا ان الجاليات الاجنبيه تتاخد من الشؤون الاجتماعيه وتروح لوزاره الهجره، او تتبع تبقى وزاره الهجره ووزاره الخارجيه، على اساس يستفاد او نستفاد كلنا من بعض.
يتعمل يبقى تحت اشراف وزيره ليها علاقه بالخارج، يبقى وزاره فيها ناس ان هم بيتكلموا لغات، فيها ناس ان هم ممكن يبقى التعامل على مستوى احنا مع بعض الارمن واليونانيين. قصدك المظله اللي تجمع كل الجاليات هي تبقى وزاره الهجره، وده له هدف. انا النهارده لما هلتقي في وزاره الهجره النهارده ما كانتش موجوده، الوزاره دي اتعملت عندها طموح ونجحت بالظبط ونجحت. فالنهارده انا ليه ان انا ما اكملش الموضوع ده؟ النهارده حضرتك انت كبلد مصر انت مش مستفاد من الجاليات دي، مش مستفاد من افريقيا. احنا النهارده بنقول ايه؟ النهارده المنتدى، النهارده منتدى شرم الشيخ اللي تم، انت بتطلع منه بايه؟ بتلقي الحضارات والثقافات طب ماشي، الكلام ده على ارض الواقع انا اعمله ازاي؟ هنفذه ازاي؟ ما انا لازم اتلاقى مع هذه الجاليات. لازم يتعمل حاجه زي جامعه الدول العربيه تبقى مكونه من الجاليات تحت مظله سيادة الرئيس. اللي حدث اليوم وهي كلمه قالها السيد الرئيس وهو قرار جمهوري، يعني ردا على التوصيات، ان اعلان البيان اللي تم في نموذج محاكاه الاتحاد العربي الافريقي ده هيتم ارسال نسخه منه لجامعه الدول العربيه، هيتم ارسال نسخه منه لوزاره الخارجيه، هيتم ارسال نسخه منه للاتحاد الافريقي لان مصر ترأس الاتحاد الافريقي 2019. هو ده اللي حضرتك عايزه بالظبط، انت عايز يتم التفعيل وايجاد الاليات، ولازم الامور دي تتفعل على ارض الواقع. السيد الرئيس قال الناس بقى اللي حواليه بقى تشتغل، اللي عنده فكره يطرحها، استمرارية الموضوع ده. لا بس هم شباب، على فكره الناس دي ما بتهداش بكره يشتغل على طول. لو انت معاك دقيقتين عايز تقولي من قلبك كده، لو حد شايفنا، لو مثلا السيد الرئيس يكون متابعنا، حد رئيس الوزراء يكون متابع، محتاج ايه؟ انا اولا اللي انا محتاج اقوله مش محتاج اقوله للسيد الرئيس او الوزراء، انا محتاج اقوله للشعب المصري. للشعب المصري كاميرا معاك. عاوز اقول للشعب المصري انتوا حافظوا على بلدكم، لان مصر باذن ربنا رايحه في حته حلوه قوي قوي قوي. اخيرا بقى في منظومه شغاله عشان تبني مصر. مصر كان ممكن السنين اللي فاتت كانت ماشيه ببركه ربنا، دلوقتي انت اتحط اسس عشان الدوله دي تكبر وتبقى حاجه كبيره. فساعدوا الناس اللي هم قائمين على هذا، ما تحاولوش توقفوا شغلهم، كل اللي يقدر يقدم حاجه يقدمها، لان مصر رايحه بامانه في حته جميله جميله جميله. واتمنى ان فعلا اكون حاضر يعني الشيء الجميل ده، ربنا يديني من طولة العمر واشوف مصر كده حاجه. يا رب. معانا في استوديو السيد الكسندر جورج، وهو طبعا يوناني خبروسي مصري ورئيس مجلس اداره جمعيه خريج المدارس المعمليه واليونانيه في مصر، وهي اقدم المدارس في العالم. نورتنا مستر الكسندر. ايضا شرفني وانا سعيد ان هو موجود معانا الاستاذ دكتور جورج نبارك، عميد كليه الفنون التطبيقيه الاسبق، وهذا الرجل العلام احد المبدعين الموجودين هنا في مصر. حاولنا نتكلم، حاولنا نفهم، ومره تانية مليون مبروك يا مصريين. ختام منتدى شباب العالم، الناس دي هتبقى سفرة لينا بره، بس يمكن مره تانية اضم صوتي صوت مستر الكسندر قبل الختام في 20 ثانيه، كلنا نتلف حوالين بعضنا، كلنا ندي احلى صوره لبلدنا، ونحاول نشوف حلول لمشاكلنا. بس ما حدش هيجي لنا من بره يحل لنا مشاكلنا، احنا اللي دايما نحل مشاكلنا بنفسنا طول ما بلدنا في قلبنا. وما تنسوش نحلم، لان حلمنا هو اللي هيوصلنا للطريق الحلو الجميل، وبلدنا تكون في منطقه جميله جدا، ويا رب يحميها ويعم الامن والامان والسلام على البشريه والانسانيه، ومن مصر والفضائيه المصريه، لا للتمييز العنصري في اي مكان في العالم. فاصل، وبعد الفاصل الزملاء مجد جبالة وإيمان العقاد مكملين مباشر مصر، خليكم معنا.